اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم الطف بهم كما لطفوا بنا، وبرهم كما بروا بنا، وتحنن عليهم كما تحننوا لنا، وانظر لهم بعين الرحمة والرضوان. اللهم اجعل لهم من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم من كان منهم حيا فأعنا على بره وطاعته والإحسان إليه، ونعوذ بك من العقوق والجحود. ومن كان منهم ميتا فاغفر له وارحمه، وتجاوز عن سيئاته، واجعل قبره روضة من رياض الجنة، يا أرحم الراحمين. اللهم يا رب السماوات والأرض، يا عالم الغيب والشهادة، أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى وباسمك العظيم الذي إذا سئلت به أعطيت وإذا دعيت به أجبت، أن ترفع درجات أمي وأبي، وأن تحرم عليهما عذاب النار وعذاب القبر، وأن تجعلهما ممن لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وأن تسقيهما شربة هنيئة من حوض نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، فلا تدري لعلها ساعة إجابة لوالديك، ادعي لهما وجزاكم الله خيرا. ومن نشرها